ناس كتير جدا بتهتم بالحيوانات، بتساعد في الاماكن المتخصصه للحيوانات، والرفق بالحيوان يا جماعه ده حاجه مهمه جدا. من كام يوم كان في ملجا اسمه اسمه للرفق بالحيوان بيحتفل بمرور 10 سنين على المكان ده. اما ابتدى كاميرات عسل ابيض راحت وصورت، وعايزه اقول لكم دي حاجه مهمه جدا، ونفسي تشوفوا التقرير ده وتشوفوا الموعظه اللي فيه. جمعية اسمها معنية بكل حاجة ليها علاقة بالحيوانات، حماية حقوق الحيوان، الرفق بالحيوان، حيوانات الشوارع، حيوانات الجر، حيوانات المزارع، الحيوانات البرية، الحيوانات الموجودة داخل محلات بيع الحيوانات، كل ما هو له علاقة بالحيوانات الجمعية بتشتغل عليه. بنحاول ان احنا ننشر ثقافة الوعي بحقوق الحيوان في مصر، بنحاول ان احنا نشتغل مع الجهات الحكومية عشان نحل بعض المشكلات اللي موجودة في المجتمع المرتبطة بحيوانات الشوارع، المرتبطة بان احنا ما عندناش قوانين حماية حقوق حيوان، اشكال الإساءة اللي بتمارس على الحيوانات في مصر بشكل كبير، سواء من العامة او حتى من الجهات البيطرية الحكومية بشكل خاص. فيعني لينا نشاط في كل مجالات الحيوانات. مستوى العنف ضد الحيوان الحقيقه كبير جدا، واشكاله متعدده ومتغيره وبتتزايد وتتفاقم بشكل لافت للنظر وشكل مقلق، سواء بانه ده شيء بيمارس على حيوانات اللي هي الاضعف، المخلوق الاضعف اللي لا يملك ان هو يدافع عن نفسه، او ان احنا بنشوف ان ده من المقدمات اللي بتقول ان في عنف هيظهر في المجتمع بعد كده يمارس ضد الانسان بشكل اكبر. اللي يقدر يعمل كده النهارده في جمعيه اسمها في اسمها بنستقبل اكتر حاجه الحالات اللي بتبقى حرجه جدا، مش اي مكان تاني بيقدر ان هو يستوعبها، فاحنا بناخد الحالات دي، بناخد حالات كتير جدا. طبعا بالنسبه للحوادث او بالنسبه للحالات اللي بتجي لنا كلها بتبقى حوادث، معظمها بتبقى حروق كسور، بس افظع حاجه واكتر حاجه بتجي لنا عموما هي حوادث السيارات. اي حد ماشي مسرع، في كلاب بتعدي الطريق، ضرب الكلب سابه مشى، او حتى ممكن يكون الكلب بيعدي بالراحه هو بيقصد ان هو يضربه، ولكن هو كلب ضال او كلب شارع. بتبقى اصعب الحوادث واكتر حوادث بتجي لنا. طبعا علاجاتها صعبه ومكلفه جدا فوق ما تتخيل. حقيقي حاجه جميله جدا ان احنا نشوف ان في ناس بتهتم بالحيوانات وقد ايه هي بترعاها. يعني يا جماعه لو كل حد فينا يبتدي بنفسه، لو انتوا ماشيين في الشارع شفتوا كلب او قطه او اي حيوان عامه، قدموا له ميه، قدموا له اكل، قدموا له اي حاجه تقدروا تساعدوه بيها. ولو مش قادرين تعملوا كده بس على الاقل ما تاذوهمش، يعني حاولوا ان انتوا تشوفوا يعني الرحمه في قلوبكم ان انتوا ما تاذوش على الاقل الحيوانات دي حتى لو مش قادرين تقدموا لها حاجه. انا بصراحه من فتره صورت فقره مختلفه جدا عن نفس الموضوع، وهتشوفوا مسانده من فنانين كتير جدا وحيوانات كتير، يعني عن حيوانات كتير جدا بالذات الكلاب البلدي. طبعا انا انتهزت الفرصه دي ان انا كنت موجوده، انا كنت جزء من الحمله دي، قلت لازم طبعا يكون معانا كاميرات عسل ابيض عشان نغطي الحدث المهم ده. طبعا دي هتكون حلقه خاصه جدا وهتشوفوها بس لسه قريب ان شاء الله. ولو عايزه اقولك لا بصي، الكلاب اللي في الشارع، اي حيوان، انا من وجهه نظري المتواضعه يعني ان مفيش حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها على الارض الا وليها فايده. لو ربنا شايف ان الكلب ده حاجه مضره، او القطه اللي في الشارع، او اي حيوان موجود اي حاجه مضره، اكيد ربنا سبحانه وتعالى مش هيحطها لنا على الارض. في ناس كتير بتتضايق يا شيرين من ان الكلب بيهوهو طول الليل جنب البيت. طب بيهوهو هنعمل ايه؟ ممكن يكون تعبان، ممكن يكون جعان، ممكن يكون عايز يشرب، ممكن يكون في حاجه بتوجعه ومش قادر يعبر لك قد ايه هو مأذي. اكيد ربنا ما قالناش ناذي الكلاب دي او نضربها او نقتلها، او لان في مواقع كتير على الفيسبوك طبعا، صفحات كتير وفي مبادرات طبعا كتير جدا، بتشوف فيديوهات يعني كلاب بيموتوهم، يحط لهم سم يموتوهم، عايز يخرج كلاب من نادي او من مكان ما فيروح سممهم هم والقطط. طب ليه الاذى؟ ما نشيلهم نوديهم، ما انت عندك اهو جمعيه بتاخد الحاجه ببلاش، نودي لهم من الكلاب او نودي لهم الحيوانات اللي احنا شايفينه ان هي مش نافعانا، او نكلمهم يجوا ياخدوها من غير ما ناذي، يعني من غير ما ناذي. انا مش عارفه، في ناس بتاذي فعلا حيوانات، بيناموا ازاي؟ انتوا بتناموا ازاي بالليل؟ يعني بننام ازاي بالليل؟ مع الاسف في ناس فعلا ما بتبقاش حاسه بالحيوان ده، مش فاهمين ان هو لسه برضه روح من لحمه ومن دمه، المفروض ان احنا نرعاها باسلوب مختلف.
اللي بلوم عليه اكتر اللي بيبقى جايب كلب في البيت وبيربيه زهقت منه مره واحده يلا مع السلامه ارميه في الشارع. انت اكتر حد هتتحاسب عليه، انت جايب كلب بتاكله في البيت اكل نظيف معيشه عيشه حلوه. يعني مش هنتكلم عن الكلاب البلدي ان انت هتعملها كويس بس تتجنبها، لا، في ناس بتبقى جايبه كلاب نظيفه ومعاه ده في بيت باكله وبوديه للدكتور وبتابعه ومخليه زي الفل هو سواء كلب او قطه، وفي الاخر انا زهقت افتح باب الشقه اخده في عربيتي ارميه في اي حته بعيد. طب انت ايه مدى الاذى اللي انت اذيته له ده؟ يا تجيبه وتهتم بيه يا ما تجيبش خالص. ليه بتعرض نفسك لحساب؟ اصل انا عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى ليه حساب على قصه زي دي، مش هتبقى الموضوع ما بيعديش على يعني على كده. يا ريت الناس، يعني احنا داخلين على شهر كريم، نعامل حتى الحيوانات اللي في الشارع دي معامله يعني باسلوب ادمي، نتعامل مع حتى الحيوانات باسلوب ادمي. ترضى حد وانت ماشي يخبطك بالعربيه ويجري ويسيبك ويمشي؟ اكيد لا. صح. بس عشان ده كلب ولا عارف يتكلم ولا هيعرف يبلغ عنك ولا هيعرف يعمل اي حاجه ولا خلاص اسيبه يموت. صح.